أخبار اليوم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار اليوم، نشرة إخبارية يقرأها عليكم محمد عوض. أبدأها بالعناوين. السيسي يهنئ القضاة ويشاركهم الاحتفال بعيد القضاء. السيسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية نعتز بعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. رئيس الوزراء يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد تحرير سيناء. الدولار يتعرض لموجة هبوط في السوق السوداء بعد الإعلان عن وديعة الإمارات. تجده حبس حسن مالك الاتهامي بالإضرار بالاقتصاد القومي 45 يوما. بعد إيقاف لاعب ليفربول، ميدو لاعب الزمالك والإسماعيلي يتناولون المنشطات. ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بمناسبة احتفال بعيد القضاء صباح اليوم السبت بدار القضاء العالي، أثنى فيه على دور الدستور المصري في تأسيس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة. وقال الرئيس السيسي: لقد حرصت منذ تحمل المسؤولية على التأكيد على استقلال القضاء، واليوم أؤكد مرة أخرى تمسكي بأن أنأى بنفسي وبكافة المسؤولين عن أي شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شؤونه، مؤكدا ان مؤسسة القضاء المصرية حازت مكانتها عبر مسيرة ممتدة وتاريخ عريق. وجدل السيسي في كلمته بثقته في ان القضاء المصري بتراثه القانوني الراسخ وخبراته شيوخه وايمان شبابه بقيمه ومبادئه القادرة على التفاعل مع معطيات مجتمعنا وحركة تاريخه واحداثه المصيرية وكل ما يهدد كيانه الوطني بعيدا عن اي انحيازات عقائدية او سياسية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة وحرصها على تطوير التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة في جميع المجالات بما في ذلك على الصعيد الأمني والعسكري الذي يمثل أحد مجالات التعاون الهامة بين البلدين. وأشار رئيس الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف مؤكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال وتبني استراتيجية شاملة تتضمن الأبعاد الفكرية والاجتماعية والتنموية إلى جانب التدابير الأمنية والعسكرية. كما أوضح تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة إزاء مختلف التحديات التي تواجه الشرق الأوسط بما يساهم في تمكين البلدين من التغلب على المخاطر المشتركة. بعث المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتهنئة بمناسبة الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء. وجاء نص البرقية كالآتي: السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالأنابة عن أعضاء هيئة الوزارة أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء الغالية وعودتها إلى الوطن للأم المصرية. واصل الدولار التعرض لأسوأ موجة من الهبوط اليوم السبت نتيجة الضربة الجديدة التي تلقتها السوق السوداء الموازية بإعلان دولة الإمارات تقديم دعم لمصر قيمته 4 مليارات دولار منها 2 مليار دولار في صورة وديعة لدعم أرصدة الاحتياط من النقد الأجنبي. وأكد عدد من المتعاملين في السوق السوداء أن سعر صرف الدولار تراجع اليوم السبت إلى 10.8 جنيهات للشراء و11 جنيها للبيع بعد الإعلان عن الدعم الإماراتي. قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرأ اليوم السبت تجديد حبس رجل أعمال إخواني حسن مالك 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالإضرار بأمن الوطني والاقتصاد القومي. فجر أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الزمالك والإسماعيلي مفاجأة من عرق ثقيل بعدما كشف عن تعاطي ما بين 3 إلى 4 لاعبين في صفوف الفريقين المنشطات، موضحا أنه اكتشف هذا الأمر خلال توليه القيادة الفنية للفريقين. وقال ميدو خلال ظهوره بشبكة بي إن سبورت الرياضية اليوم السبت لتحليل مباريات الدوري الإنجليزي تعليقا على إيقاف مامادو ساخو مدافع ليفربول بسبب تناول المنشطات أن هناك لاعبين في الزمالك والإسماعيلي يتعاطون أدوية لحرق الدهون التي تدخل في مكوناتها مواد منشطة وهي نفس الأدوية التي يتعاطاها مدافع ليفربول مما تسبب في إيقافه.